ماذا بينا هكا ضوء في العتمة هذه الموجودة دايرة بينا، ماذا بينا في هكا أمل صغير في التشاؤم داير بينا كتونسي حب البلاد هذه تفرج شوية. الفرحة قد تكتب في 17 من نوفمبر هناك من ستاد أحمد أيتشو في أوندي، نحيديك على خدك، تونس ستعبر للبرازيل يا ولدي. الكرة حلم، الكرة نجاح، الكرة كوب دي مونت. اللي ملعبش كوب دي مونت بالنسبة لي أنا ملعبش كرة. معنى كارير تاع كرة بلاش كوب دي مونت يتسمى ما عمل حد شيء. الكوارجي مغروم، أول حاجة يحب الكرة ويحب يخلي اسمه ما يتعداش هكاك مرة الكرام في الكرة في تونس. بالنسبة لكوب دي مونت في تونس، كوب دي مونت نحن جينيراسيون عايشين ياسر على 78. النجاح بكيب 78 كان نتاج الموهبة الدو ناتوريل العقربي تميم عقيد يرحمه طارق غميض ذويب الكعبي وعتوقة والنايلي هذوما كل كبرنا بهم كي تفرجنا في 78 أو تفرجت فيهم عرفنا شو عمل الجيل هذاك للكورة. معناتها لا غروند إيكيب ليكيب دو تو لي تان كيما يقولوا. مي بالنسبة لي أنا مالوروزمون بو موا أون طونك سوبورتير دو فوتبول ما عشتهمش. جاء فترة ليكيب ناسيونال هبطت في المستوى كما توا بات شويتها، ما عادش فما لعب، ما عادش ثم روح، ما عادش ثم ولدرجة ولاو الجمهور كي بتلعب ليكيب ناسيونال تلعب في الستاد الجمهور يعيطولو يجيبوا له قهوة على لونتونور. الشتالي خذا ليكيب، خذا ليكيب أول ماتش أميكال لعبوا كونتر يوغوسلافيا. كنت يوغوسلافيا والتوانسه ماشي باش اكتشف ليكيب ناسيونال ومشينا تفرجنا وقتها احنا صغار وشفنا ليكيب. بقى سيتيت اون بيل سوربريز. قعدنا مبهوري التوانسه قلنا فريمون هذه قوه جديده ولات في تونس. طيحنا الجزائر 2-0 هنا، طارق ضيع بيلانتي غادي 90 دقيقه جبالي ماركا بيلانتي كوفران من السنتر والبيلانتي البراد تاع عطوق على فراس. في التيرو بيوت على فكرة كان أول ماتش في العالم يتلعب بالتيرو بيوت تونس المغرب. وصلنا الميني شامبيونال ما بين احنا ونيجيريا ومصر. أول ماتش لهنا معناها ستاد كان معبي، شتاء وقت تصب وكل شيء، ونيجيريا كانت معناها أكيد قوية قوية بالقدا، معناها ما نجمناهاش لهنا. عملنا وقتها ماتش نيل وبعدها مشينا لاغوس. سيتي لو 11-10 نوفمبر، نيجيريا 80,000 ستاد لها يوريكم في افريقيا. معناها واحد لازم يتخيل 77 حاطين الناس كل في قلبهم لازمنا نجيبوا الماتش نتاعنا ولو ماتش نيل. نيجيريا اول مره تخسر في لاغوس، وقت الحلم كبر. لعبنا مع مصر، مصر 3-2 خسرنا لو 11 ديسمبر 77. ماتش فينومين لتونس. لهنا ما نجمش نوصف لكم، معناها البلاد ساعة الوضعية السياسية لهنا داخلة بعضها. كيما توا فهمت حاجة معناها اللي الناس الكل نظن ما لاهين بحد شيء كان بالسياسة، أما وقتها وقفوا معانا الجمهور. ستاد هذايا معناها الناس بايتين في الجازون، معناها لهنا كان عطوق قبل يدخل هو الأولاني باش يشوف الليتام تاع الجازون باش يشوف أنه صبات يلعب به. هو دخل تسمع تعيط اللي احنا تفجعنا في البلاستيا، حتى الشتالي وقتها هزنا وهزنا قلنا نجي نهزكم للانكس باش تعملوا لي شوفما. حتى الوليدات اللي كيفيانا قرينا في المكتب الفتره هذيك كانت في الليفر، الليفر الكتاب بتاع الفرنسيه، فما لو 11 ديسمبر 77 لياس فرحه شعب. واول مره في تاريخ تونس التوانسه يهبطوا للشارع يعبروا على فرحتهم وهبطوا لفرح بولقيبه. اليوم اللعب سخونة وتميم ربي سونة، شمر على مريولة قالنا ما تخافوش. بالحق اللحم كي قشعر. باش نوصف لك شنو كيفاش انا في 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 حومتي في بلادي في تليفونات ما وقفتش، معناها وكيفاش في عائلتي حاجه معناها ما نجمش نوصفها. كيفاش معناها لي انا ستون فيرتي ساعه لي انا والحاجه اللي باش نمشي نلعب البلادي كوب دو مونت. فما ماتشات تحضيريه لعبتهم ليكيب ناسيونال وحتى شاركنا في الكوب دافريك واللي ريزولتا كان مش باهيه، لكن اول ماتش لعبناه كنت المكسيك
نقولش عليه ربي سبحانه من يبدل ليكيب. تفرجنا في ماتش اللي يومنا هذا ما نجموش نساوه. عندهم ألف حق. معناتها كي تشوف انت ضد المكسيك دو زاغير لاتيرو هما اللي ماركاو بونتوات. معناتها شوف وصلنا بعد 25 سنه باش شفنا دو لاتيرو اللي يطلعوا. في الميتون كنا خاسرين واحد بشيء. هبط سي مجيد في الميتون في الفيستير ما قال لنا حتى شيء. شد العلم تاع تونس طيشوا لنا قدامنا. ناس تستنى فيكم 45 دقيقة. وصلتوا لكاس العالم باهي برشا، اما التاريخ يتكتب كي تربحوا ماتش في الكوب دي موند. والحمد لله معناتها كانت الانتصار والتوانسه فرحوا برشا وخرجوا للشارع مره اخرى ويعبروا على فرحتهم. ساعه فوقت ماتش البلاد فارغه ما تلقى حتى حد يحوس في الشارع. بابا اون برانسيب عبد نورمالمون كونستيتيو يحضر على ولاد ولده الاول، استنى فيه 8 سنين عرس. سلم في الملم واللي فهمه مشى يجري يتفرج في تروح بولونيا وقتها. بعد ماتش بولونيا لي زوكازيون اللي فلتناهم معناها شيء مهول. معناها كان واحد يعاود يشوف الماتش حطنا ربحين 5-6. هذا حمادي يا سلام، شوف العقربي ماذا يفعل. العقربي يا سلام يسدد والحارس توماسيفسكي. بذلوا الاولاد وقتها مجهوداتهم باش يعدلوا الحاجه اللي ما تتنساش، هي الشوط التتميم اللي ضربت على البار ورجعت هذيك ما نجم ينساها، ما ينساها حتى تونسي. تميم رائع الحمادي، حمادي محمد علي عقيد، تميم سداد والعارضه تقول لا. قال لي سي مجيد في الكونفرنس دو بريس تونس المانيا، سالوا الصحافي معاه تميم وقتها في الكونفرنس تونس وكذا وعملنا بريستاسيون باهيه مع بولونيا ومع الربح للمكسيك، شنو المانيا شامبيون دو موند في شامبيون دوروب ليكيب دور نتاع المانشافت. قال تميم باش نربحوا. وفي ماتش المانيا لونتينور تاع المانيا وريو فيه في الوقت في التلفزيون كيفاش مغسول وخرجوا ماتش نول بالسيف. بعد ما فينا الماتشات نتاعنا هبطنا تونس في المطار ساعه ما تنجمش تتعدى وجابوا لنا كيما قلت عليها كيب هزت تيتو. الجيل هذاك اللي عمل كارير وعمل بريستاسيون ما ننساوش اللي كانت واحده برك ترشح من الافريق. وزيد حاجه اخرى لعب الدور في تعريف تونس اللي ما لعبتوش السفارات والدعايه تاع السياحه والكل قد ما لعبوا الفريق القومي في الماتش هذاك وفي البيرود هذيك. بعد تونسي ما وحباله قصيره ساعات ما يكملش 82. النتاج وانتاج النجاح كان من مواهب طارق تميم عطوقه الكعبي ذويب جندوبي غميذ روب بن عزيز نجيب الامام. بون بور موا 78 سون ديز ايماج معناتها بالنسبه لي انا ما عشتهمش معناتها ما تعرف الفوتبول لازمك تعيش ديريكت معناتها لي ايموسيون بدات 98 بالنسبه لي انا. لقينا ايكيب 98 اللي كيما انا كنت نحلم بيه وكيما كانوا الصحفيين نتاع 78 يكتبوا عليه. ما كانوش يقولوا يا ملك ناسيونال، كانت بالعربي يقولوا الفريق القومي، وكانوا يكتبوا كلوب دو تونيزي نادي تونس، محلاها الكلمه. بعد جاء ماتش مصر اللي كيما تعرفوا جاء في ظروف استثنائيه. اول حاجه الجو اللي كان قبل ماتش مصر هو اللي خلق قيمه الماتش هذايا. الكونتكست اللي تي بارتيكولير وقتها. بون فيو تصور كتونسي. وكان كشخ بارتيكولي الهادي وقت بالخيسة الله يرحمه توفى. الجمعة هذيك اللي عديناها ما ينساها حتى حد من اللي كانوا موجودين أبار اللي خسرنا أخو وصاحب بنات 24 معدي كان عام قبل أنا ترشحنا هو والهادي أخويا عبد الناس كل تحبه مات توانسة الكل تحبه والكشخين ومات بارتيكولي. قبل الماتش نتذكر قلت لعماد ورؤوف نتذكر قلت لهم نمرو مديول الهادي الله يرحمه هزوه معنا الاستاد وحطوه في البنك خليه في البنك. طرح وقت نهار شتاء رمضان من 10 في الاستاد شتاء تصب والناس هبطت انا قاعد وحدي في الفيراج خايف على البلاصه نتاعي معناتها وشتاء وقتها ماكله بعضها والناس تبكي وتغني على الهادي الله يرحمه معناتها كبار صغار كلها معناتها يمين وقتها طرح معناتها. بعد الماتش جي لي من ناسيونال الناس كل تعيط بلها يا بلها بلها يا بلها
معناتها العباد انا نثبت معناتها رجال تبكي معناتها بحذايا في ليم ناسيونال. من بعد بدا الماتش وقت اخويا عطاو حتى الرجال قلوبها معناتها بور ديدي فيكتوار للهادي. ما عادش فما تكتيك وقتها، ما عادش فما لا تكتيك ولا تكنيك، فما كان فما رجال وعدوا صاحبهم اللي كان موجود معاهم جماعة التالي. سيتي با لو فوتبول هكا هو. سيتي معناتها عباد عطات من قلوب على خاطر صاحبها اللي في الفاز كله 96 معاهم وفقدوه. عباد عطات على خاطر بالحق. اون افي بوزوان باش نمشي للكوب دي موند. 20 ans معناتها وعندنا سيون دو فوتبول. تحب ولا تك؟ لاكسيون نذكرها كي تو. سامي ترابلسي يعدي الهيشري، الهيشري يعدي لطارق ثابت. على اليمين ثابت يحل حل العادل. عادل يظهر لي بالزر ركاح الاسكندر، اسكندر يحط لي بروفوندور، يهرب عادل يحطها يجي بيا وقت الاكسبلوزيون ما نحكيلكش في ستاد. شوف في حاجه بيضه جايه وانا كوفري الديفونسور هكاك يتكلي ويتمركب موتو كبير معناها. بعد الماتش عادل وتوفيق الهيشري مني مخرج شادين مريول الهادي الله يرحمه ويدوروا بيه. وقت وصلنا للفيراج نتلفت نلقى 3000 راجل معناتها خناين شيرتين للناس ودموع العبارات وتخلقني وقتها حسيت الناس تبكي وهذا كل الناس مع بعضها وهذا اكبر مثال لان تونس وكل التونس. بالنسبه لي انا كيما يقول لك اللي مع الرسم شاميه ما تعازب عندي انا اللي ما حضرش الطرح هذاك زايد يحكي لي كوره وزايد يقول لي راني نتابع كوره معناتها اقوى حاجه انا لتوا اقوى ماتش في حياتي الطرح هذاك. بون بالنسبه لي انا اهم ماتش في الكاليفيكاسيون هذاك سيتي ليبيريا ماتش الغوتور في تونس. ماتش ليبيريا في تونس ساكنين في نزل احنا في وسط البلاد باش نتعديو من الباب الاوتيل للكار ما تنجمش تتعدى من العباد. 8000 سخانه في استاد تذكره ب 40000 وانا مصروفي هذول 40000 العام وقتها هكاك معناتها صدقني اللي بوست وعنقت امي ولحلحت باش خذيت تذكره معناتها تكذب العين ومراته. نتذكر واحنا خارجين لدوزيام ايتون في تونيل بحذايا سعلي راشد قلت له كان ما تحلتش الشبكه نحاول باش ندبر شي بيلانتي. جاي نحس في واحد جاي هكا اسمر جاي من بعيد هو كره بامبي نذكرها كره بامبي حطيت جوست بدني معاه والاربيتر زاف البيلانتي مش مسروقه لو بيلانتي صحيحه ما تخمم فيها كي بدا فما ماتشوات ما تحلش تحل بيلانتي كي يصفر بيلانتي نغزل الباك نلقاه يضحك علي راشد. عادل يجي بينالتي ويماركي. اللاعب اللي عنده قدرة كبيرة عادل ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي عادل السلمي مقاسي تلعب فما واحد ريحته جيف شيف سيفش في ستاد ماتش كامل بعد عليه يماركي عادل تلفت لقى روحي الراجل نبوس فيه ونعنخ معناتها تقول أمي. من أحلى الأوقات اللي عشتهم أون تونك سبورتير دو فوتبول هي الكاليفيكاسيون تاع 98 وترشحنا بعد 20 سنه الكوب دي موند. كيفاش تعاملنا مع الفرحه هذه؟ مع الاسف ديما التونسي في بعض الاوقات عنده طموحه بسيط شويه. الله غالب ما كملتش في الفاز نتاع الكوب دي موند. معناتها كنا معاملين عليها الجينيراسيون هذيك معاملين عليها. وكان الجو معناها كما قلت لك معناها شويه مشحون ما بين التوانسه والانجليز هذيك. معناها وقعت مشاكل كبار معناها في البلاد فهمتني حتى الماتش معناها وقت تلعب الماتش وكان معناها شكر معناها عدى ماتش اكسبسيونيل معناها قد ما عمل في الاخر ما نجمش يقاوم الهجوم الانجليزي الكر اللي شدهم وقتها والطريقه اللي شد بها الكر فريمون تقول عملاق. نهار الماتش خويا وقتها مشينا نلعبوا بشكري الواعر كاو بشكري ولا معناتها قرنيته في الجول بيان سور كلينا زوز بور شونجي فهمتني ماشيين زعما بعد 20 تون نستناو في بريستاسيون كاورو الاولاد كيف ما في البلتان انت صغير بوميو فير هكاك الماتش هذاك. اما في نفسك تحس اللي بعد ثلاثة ماتشات فما برشا حاجات ما عملتهمش بارتي منها ديما نراتيو البريباراسيون تاعنا قبل المونديال ديما كي عاد عدت لبيتي فرحا مسرورا كاسبر زاك مشى على روحه
العبرة في المشاركة والطقس جميل وجونا باهي وامورنا واضحة وروحنا. لكن المهم تواجدنا في الكوب دي موند ورجعت الراية ترفرف في 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 المونديال اللي صار ب 32 وديما نقول انا في بلغة شعرية انهبت رياحك فاغتنمها، وقت الريح معاك مواتي لازم تستغلها في كل شيء دون طول دومين. ومشينا الحقيقة 2002 طمعنا. أنا طمعت روسيا بلجيكا جابون. 2002 هو يذول لي أجمل مونديال راتو عينا. أتولي نيفو. مرة أخرى 10 التالي. إحنا ماشيين كأس العالم كل مرة نسكروا التالي ولوح الكرة القدام واجري يا جزيري واجري ونلعبوا بالاريتي ونلعبوا بلغة الزهروني دز تختف. ديجا أنا وقتها وليت من المواطنين بالخارج. شحتفت بين الرجال غاديك السنغال نار تقدح وناس رابحة شغل شامبيون دي موند. عملتها نعدي في الباك أنا عملتها. ماتش بلجيكا وطبعا ممتاز. أنا نعدي في الليسي وجابونا جماعة من الليسي بريفي قعدوا معنا. ماتش تونس وبلجيكا نعدي في الليستوار جيو أنا باكليتر معناتها ماتيغ امبورتونت بالنسبة لي أنا. ذاك أنا ماتش صيحة سمعنا صيحة لينيي بتاع بتاع بونتو بوزيان. فاتيكمون قعدت أنا ثلاثة بنات هكا الناس الكل خارج معناتها تخيل باك معناتها. رؤوف بوزيان يغالط الفريق البلجيكي ويسجل تعادل للنصور. كل عيطة والتخميرة سي لوجيك. صورنا نو جابون على بورتي كانترنا نحن وخرجنا 2-0 وجوالي ماشي تصيف وتحوس ما على بالهاش الناس جم نقعدوا نحن معناتها نتيتموا نحن معناتها نتقهروا ورجال مهمة معناتها في عالم اخر. 2006 حاجة أخرى 2006 مشيت دون لابو دان شامبيون دافريك أنت. عملنا كاس قارات على مستوى عالمي ماتش الأرجنتين 70 مينوت مع ماتش المانشافت في كولن. من بعد فما فترة شك ودوت ومن بعد ديما نقول أنا الأرض هذه ونحن بين في المدينة العربي بين صلاحة وناس الباهية البونتو الزهروني متاع عادل الشادلي سونتراج كرة دخلت ربحنا ماتش ممكن ما كناش فيه جاهزين ما كناش خير من المغرب لكن مرة أخرى عرفنا كيفاش نربحه وترشحنا للمرة الثالثة الكوب دي موند. نذكر ماتش السعودية اللي احنا نورمالمون مش نمشيو نربحوا ومن بعد قالت لنا على السكور وجعايدي في الاخر بكل مركب. ماتش اسبانيا اللي عملنا بريستاسيون كبيرة. الماتش هذاك الروح لعبنا بها الاولاد البونتو نتاع جوه المناري بونتو في المونديال نتذكر صوتي بح. واحد صفر جوهر المناري. مانيش مصدق تونس رابحه وتروح المقام اللي لعبناه قبل مع السعوديه يقول شنو هذا جعلوهم واكلوهم مشي الرجال هبطت حاجه اخرى. بالحق وقتها جو مغابيل ارسين فينغير قال تونس بعيده على النيفو عندها 60 دقيقه ولا 70 دقيقه او نيفو هكا معناتها فاسيتي اللي قبلنا بها تاع جمعيه ماهيش في معناتها ماهيش حاضر بسيشيكمون. الديسيبسيون اللي جاتني انا في الكوب دي موند هذيك اللي الماتش الثالث ما كملتوش ما تبعتش الماتش الثالث. 2010 نفضتنا الكورة كما حبت من الحلم طلعتنا للسماء ومن بعد سامحوني باللهجة متاعنا الدارجة مقص هبطنا به من مابوتو للأرض السابعة. معناتها يفور فير بالحق يعني تفلوها أنت تمشي لموزمبيك ومعناتها ما تنجمش تضيح الكليفة هذيك تمشي أنت غاديك يفور فير. وذولي من 2009 شفتوا كورتنا رجعت برشا وتراجعت لأنه الكورة اون فان كونت والحياة فما أبوجي وفما تيحات خايبين واحد يحاول يعاود يقف فيهم. إن شاء الله نتمناو أنه استفدنا من الدروس هذيك باش نقفوا في 2014. الماتش اللي حرم تونس من الترشح بصفة وقتية اللي لعبناه كنت الكاب فير خلى التوانسة ما جاتهمش مفاجأة. أذرح وأبهم وأخي أذل البريستاسيون راتا عيني مات. تخيل انت معناتها توصل تونسي ماتش كافير كافير تميت ولعبت عيتي ليه كافير جات الدنيا ستة ربح وامشي نستناو التور فينال. الديفات نتاع الكافير معناها احنا ستاف كامل هو اللي يتحمل المسؤولية فيه. وبعد جات مفاجأة الأخرى
أنا وقع لي زار مع جوار في الكام فير فهمتني، خلت تونس تترشح. هبطت من الطيارة نلقى أكثر من 15 أبيل أون أبسونس، 11-12 ميساج إن شاء الله خير. أنا حليت من الميساج الأول كاليفي. كاليفي طولك عمل التليفون الأول، التليفون طلعوا بجدهم يحكيوا. ديما جينا تونس هكا جينا حاجة من السماء هكا كيما ضد المغرب، معناها كيفاش الكاليفيكاسيون وقت وقعت. أنا واحد من الناس ما حبيتهاش تتعدى، أما الريبونس وقتها جات الريبونس الماتش تاع الكاميرون. شنو الانسجام كفني نحكي التناغم كيفاش كل الكيب، عرفت الجرينتا أكل الكبرياء باش الأولاد يعطيو كل ما عندهم، خسارة ما ربحناش، كنا نجمو نترشحوا في اللالي. إن شاء الله في الكاميرون تقع المفاجأة ونربحوا الكاميرون، وهكاك الشعب التونسي يزيد يفرح وهو ناقص فرحة. شعب مأيس، شعب حزين، شعب يحتاج هكا فرحة، وإن شاء الله إن شاء الله نوصلوا باش نفرحوه. توا سي لوكازيون جامي باش تفرح الشعب هذا، باش يعيش في حلم وفي أمل. شكون اللي باش ينحي علينا هالخمجة هذه على القلب؟ أبار لو فوتبول، عندنا بيزوان فريمون باش نتعداو. فريمون مستحقين الفرحة كيفنا هذه. تتمنى أنك ليكيب ناسيونال تترشح، تتمنى أن تتفرج في درابو تونس في كأس عالم. يا خويا ترشحوا حطوا كرول رئيس حكومة. يمشي مشيو كوموندو موش ماتش كورة. وإن شاء الله إن شاء الله ليكيب هذه تواصل وتوصل الكوب دو مات، ويرجع الشعب التونسي يحس بكونه عنا كيب وعنا بلاد وعنا حاجة يلزم نغيره عليها. نظن الوضعية هذه كما عشناها احنا عام 78 نفس الشيء، معناها الوضعية في البلاد ووحدنا التوانسة بكل مع بعضهم، نجموا نعاودوها ان شاء الله في الماتش هذا، وتعاود التوانسة يتجمعوا مع بعضهم ويتحدوا مع بعضهم، وفريمون الكرة عندها دور كبير في توحيد الشعب. الأولاد الكرة في ساقيكم، ما 3:30 تاع العشية 17 نوفمبر إن شاء الله أنا قدام الميكروفون، الجمهور في الصالات وفي القهاوي، الشيشة معمرة، كاس تاي موجود، الصغار قريبة باش تلصق في التلفزة، انسى تتفرج تتلم أول مرة وتنسى الفطور والمعون. نهارتها ما 3:30 وقت اللي يزفر راجين درابر سار انتهى. عند 3:30 من ظهيرة الأحد، لما يترك الشعب التونسي كل شيء على جانب، يتجمع حول التلفاز ويشاهد شاشة ويدعو للعالي بانتصار لمنتخب النصور. النصور تستعد للقبض على أسود إفريقية في ياوندي، يوم يكرم اللاعب أو يهان، يوم نكون رجال. 90 دقيقة مهره عرق وغايته انتصار وهدفه سمعة وطن وفرحته مونديال في أرض السامبا السيليساو. هاني جايك يا برازيل، هاني جايك يا برازيل، أنا ماشي. تحبوا دخلتوا الأولاد دخلتوا عليهم.